الرئيس السيسي يعرب لملك الأردن عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتنسيق حول مختلف القضايا. هيئة الانتخابات التونسية تؤكد انتظام التصويت في انتخابات البرلمان مع عدم وجود خروقات. روسيا تحذر من أن العقوبات الغربية تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. سلام الله عليكم. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرانيتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، البداية مع سمر الزهوري. أهلا بك سمر. أهلا بك رماحي، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية مع الأردن من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال الذي يأتي في إطار التشاور المنتظم بين الرئيس السيسي وشقيقه الملك عبد الله تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أشاد الملك عبد الله بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وبالتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن. هذا وشهدت مشاركة الرئيس السيسي في القمة عددا من الأنشطة واللقاءات مع عدد من المسؤولين على هامش القمة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي والسناتور نانسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.
وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيين وأعضاء السفارة المصرية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتعميق وتوطين الصناعة المحلية. وأضاف مدبولي عقب افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان أن هذا الصرح يحتوي على أحدث الماكينات التي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية. افتتاح هذا المركز شديد الأهمية لتعميق وتوطين الصناعة المحلية، وهو الهدف يعني وجه بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وكل أجهزة الدولة إن إحنا نشتغل عليه. اللي إحنا النهاردة موجودين فيه هذا المكان عشان نعرف بس أهميته، إن هذا الصرح الجديد هو يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات اللي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع كل مكونات حاجات كتيرة قوي، ومنها وهو الأهم بالنسبة لنا احنا يعني بحكم العمل الكبير اللي مصر بتعمله، موضوع مضخات وترمبات المياه اللي بتستخدم في محطات تنقية المية، محطات الصرف الصحي، محطات الصرف الصناعي. وده طبعا يعني في إطار طبعا المشروع القرن، مبادرة حياة كريمة. أضاف رئيس الوزراء أن الدولة تسرع خطواتها لتشجيع قطاع الصناعة وزيادة الصادرات، منوها بأن الحكومة ستسرع من منح التراخيص لتشجيع قطاع السياحة. النهاردة إحنا بنوصل بهذه التقنيات إلى 200 طلمبة في الشهر، يعني 8 أضعاف، وفي مكان واحد بيتعمل فيه كل حاجة. وبالتالي هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه، قد إيه التقنيات الحديثة وتأهيل شبابنا وإن يبقى عندنا هذه النوعية من المصانع والبنية الأساسية، هو ده اللي يخلي الدولة المصرية قادرة على الانطلاق وتنفيذ المشروعات العملاقة. والحقيقة جنبا إلى جنب مع هذا الكلام، في النهاردة شفنا نماذج لمحطات نقدر نقول عليها أنها مصممة محليا عشان تتوائم مع ظروفنا. محطات زي محطات صرف صحي صغيرة تنفع للعزب والتوابع، يعني محطات لمعالجة الصرف الصناعي برضو لبعض المناطق اللي بتبقى بعيدة، وهكذا محطات لتحلية المية ومعالجة مياه الأبار اللي بتبقى نسب الملوحة فيها عالية. ده جنبا إلى جنب بقى مع أغراض صناعية أخرى كتيرة جدا النهاردة ممكن هذا المكان والصرح العملاق إن شاء الله هيشتغل عليه. النقطة الأخرى وهي المهمة الحقيقة، أن كل ده بيأتي في إطار النهاردة يعني تصارع خطى الدولة لتشجيع ودعم الصناعة. كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان والتابع للهيئة العربية للتصنيع. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه جانبا من أقسام المركز الذي يعد الأحدث في مصر بنظام الرقمنة الصناعية الكاملة ومتطلبات التحول الرقمي، والذي يضم مجموعة من مراكز التشغيل المرقمنة. هذا وتفقد رئيس الوزراء المعرض المقام على هامش افتتاح مركز التصنيع الرقمي والذي تضمن مجموعة من منتجات مصنع المحركات. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 662 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 655 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة
تم ضبط قرابة 128 طنة. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، تم ضبط أكثر من 455 طنة. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط أكثر من 52 طنة. وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء، تم ضبط 20 طنة إسمنت. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 951 قضية، من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مدار شهر ديسمبر العديد من الفعاليات المكثفة يوميا تحت شعار قطار الخير لأهالي محافظات صعيد مصر. هذا أشار التحالف إلى أن فعاليات قطار الخير بدأت مع بداية الشهر بإطلاق قافلتين موسعتين بمحافظة قنا لأهالي قرية التطويرات ودندرة والقرى المجاورة. تم خلالهما تقديم خدمات متنوعة طبية وتنموية وتوعوية وكذلك ترفيهية لأكثر من 20,000 مواطن. وشملت خدمات قطار الخير إدخال الفرحة على أهالي قرية الفارسية بمركز إسنا في الأقصر بإعادة إعمار 30 منزلا. وضمن مبادرة مراكب الرزق سلم التحالف 30 مركب صيد حديثة ل30 صيادا من أهالي قرية الفارسية، فضلا عن إنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم وتقديم أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج، هذا فضلا عن توزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد. كما أضاف التحالف أنه يتم افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأرمان لتصبح أول مدينة طبية متكاملة لعلاج أمراض السرطان في صعيد مصر. هذا وتستمر سلاسل قوافل ستر وعافية المتكاملة، حيث يصل قطار ستر وعافية إلى أهالي قرى سلوى والرغامة بكومنبو بأسوان لتقديم خدماتها الطبية والتوعوية والتنموية والمساعدات الإنسانية. هذا وأوضح التحالف أن فعاليات قطار الخير لمحافظة صعيد مصر سوف يختتم العام بسلسلة متميزة ومتنوعة من الخدمات التنموية غير التقليدية لصالح أهالي محافظة سوهاج. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع مجموعة نيو إيجيبت لتدشين العديد من المشروعات في القرى الأكثر احتياجاً بالمشروع القومي حياة كريمة. أبرز المشروعات التي يستهدفها البروتوكول محو الأمية الرقمية الذي سيتم إطلاقه العام المقبل لنشر الثقافة الرقمية، إلى جانب تدشين عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي والتمكين المجتمعي في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. سنة ونص عمل في صمت شديد عشان نقدر نأهل ونستورد العربيات اللي هتكون قائمة على إعداد مبادرة لمحو الأمية الرقمية في قرى حياة كريمة الأكثر احتياجا، والشاحنات دي هتكون مجهزة على أعلى مستوى عشان يتم من خلالها الانتقال من قرية لأخرى نقوم بها بمحو الأمية الرقمية. بتشرف بتوقيع بروتوكول مع مؤسسة ومبادرة رئاسية بنفتخر بيها حاليا قدام العالم أجمع، لأن مرحلة تمكين الشباب بقت على أرض الواقع مش مجرد ديكور، أصبحت واقع وحقيقة بنفتخر بها قدام العالم. البروتوكول التعاون بيتم على أكتر من محور، محور التمكين الاقتصادي للقرى والريف، محور التمكين المجتمعي أيضا للقرى والريف، وعلى رأس الملفات اللي بنشتغل عليها هي محو الأمية الرقمية للقرى مصر وصعيدها. تدشين العديد من المشروعات منها محو الأمية الرقمية ده يعتبر من أهم المشاريع اللي احنا هيتم إطلاقها إن شاء الله العام المقبل 2023. هدفها الرئيسي هي نشر الثقافة الرقمية داخل الكرة الأكثر احتياجاً بالمشروع القومي حياة كريمة. مش بس كده، ده بيعتبر أيضاً بيخدم على فكرة التمكين الاقتصادي أو الشركة التمكين الاقتصادي، لأن بيعلم المواطنين إزاي إن هم يقدروا يسوقوا منتجاتهم داخل الكرة الأكثر احتياجاً. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة حول انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، وقام المركز بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على أن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية
والتي يتم تداولها في الأسواق آمنة وفعالة وذات جودة عالية ومطابقة لكافة معايير ومتطلبات التصنيع وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة. قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين. وإلى شأن الدولي، حيث أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية تسير بسلاسة مع عدم وجود خروقات. كما أوضح بوعسكر عقب إدلائه بصوته أن هذه الانتخابات تتميز وللمرة الأولى بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة مكنت الناخب من التعرف على المرشحين بشكل جيد. كما دعا بوعسكر الناخبين إلى عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لاختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب. بدوره قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن البلاد تصنع تاريخا جديدا بالانتخابات التشريعية. وفي كلمة له عقب الإدلاء بصوته، وصف الرئيس التونسي تلك الانتخابات بأنها فرصة تاريخية، داعيا التونسيين لعدم تفويتها. يا أبناء شعبنا العظيم في تونس وفي كل مكان من العالم، فلا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل وفي الحرية، وأسقطوا الأقناع عن وجوه التي لبسوها أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات، قادرون على المضي قدما لنضع معا تاريخا جديدا، لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا. هذا ويواصل الناخبون في تونس الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، ويتنافس في الانتخابات أكثر من 1050 مرشحا على 161 مقعدا. كانت الهيئة قد أوضحت أن عدد التونسيين الذين لهم حق التصويت يصل إلى 9 ملايين شخص. اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن قادة الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الاعتراف بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا. وقالت زخاروفا إن الحزمة الحالية سيكون لها
نفس التأثير الذي كان لجميع سابقاتها، وهي تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه، مضيفة أنه بسبب الخطوات التي وصفتها بغير المدروسة من جانب بروكسل، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي اصطدموا بنقص في الطاقة وارتفاع التضخم. أفادت صحيفة بيلد أم سونتاج الألمانية بأن 61 رجل أعمال وشركة من روسيا وبيلاروسيا أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ للطعن في إدراجهم في قائمة العقوبات الأوروبية. أشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه تم إدراجهم في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بزعم أنهم دعموا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقعت المفوضية الأوروبية وأوكرانيا على حزمة دعم بقيمة 100 مليون يورو لإعادة بناء وإعمار مرافق التعليم التي تضررت بسبب العمليات العسكرية الروسية. ذكرت المفوضية أنه تم تخصيص نحو 14 مليون يورو بموجب عقد مع بنك التنمية البولندية لشراء حافلات مدرسية. كذلك أطلقت المفوضية حملة تضامن على مستوى الاتحاد الأوروبي للتبرع بالحافلات المدرسية لأوكرانيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. أضاف بيان للمفوضية أن هناك نحو 240 حافلة في الطريق إلى أوكرانيا. وقع قادة أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا اتفاقا لمد كابلات تحت مياه البحر الأسود لنقل كهرباء تنتج بالطاقة المتجددة إلى أوروبا. من جانبه قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانس إنه نظرا للوضع الأمني الحالي والتصعيد العسكري في أوكرانيا هناك حاجة إلى تعاون أفضل وإظهار مزيد من التضامن للتكيف مع التحديات المشتركة. افتتح المستشار الألماني أوليف شولتز أول محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال في شمال ألمانيا. تعتبر المحطة جزءا من مساعي ألمانيا للاستقلال عن الغاز الروسي، وستتولى تشغيل المحطة شركة يونيبر للطاقة. أعلن ممثل شركة غاز بروم الروسية سيرجي كوبريانوف أن الشركة تقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوجا في أوكرانيا بنحو 41 مليون و700 ألف متر مكعب. وأوضح كوبريانوف أن الشركة تقوم بإمداد الدول بالكميات المتوافق عليها وذلك من خلال الأراضي الأوكرانية، مضيفا أن محطة سوجا لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سخرانوفكا في مايو الماضي. We'll be right back.
أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا عن حالة تأهب جوي في منطقتي أوديسا وميكولايف، حيث دوت صافرات الإنذار بالمنطقتين. في مقابل ذلك أطلقت القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية على بلدتين في دونيتسك. استمر القصف الروسي على مرافق البنية التحتية في عدة مقاطعات أوكرانية، حيث أدت إلى انقطاعات حادة في الكهرباء والماء. وفي خرسون يستمر تبادل القصف المدفعي بين القوات الأوكرانية والروسية على طول ضفتي نهر دنيبرو. بعد أحدث هجوم صاروخي روسي وصف بأنه الأعنف، أعلنت بلدية العاصمة الأوكرانية كييف عودة شبكة المترو في المدينة إلى الخدمة، فضلاً عن توصيل إمدادات المياه لجميع السكان والتدفئة إلى نصف المدينة والكهرباء إلى ثلثيها. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن لجوء روسيا إلى القصف الصاروخي المكثف لن يغير موازين القوى. وكشف زيلينسكي أنه سيعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات على موسكو تفضي لإنهاء القتال، محذرا من أنه لا تزال لدى روسيا كميات كافية من الصواريخ لتوجيه ضربات هائلة وفق تعبيره. يأتي ذلك فيما استمر القصف الروسي على مرافق البنية التحتية في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزبروجيا ودنيبرو جنوب البلاد، حيث أدت إلى انقطاعات حادة في الكهرباء والماء في تلك المقاطعات إضافة إلى خرسون. في مقابل ذلك شنت القوات الأوكرانية هجمات صاروخية على أحياء بمنطقة دونيتسك الخاضعة للسلطات الروسية، حيث أشارت السلطات المحلية إلى وقوع أضرار في المنازل نتيجة القصف. وقالت السلطات الأوكرانية في أوديسا إن قواتها أسقطت صاروخين روسيين استهدفا المقاطعة انطلاقا من شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا منذ 2014. وفي خرسون يستمر تبادل القصف المدفعي بين القوات الأوكرانية والروسية على طول ضفتي نهر دنيبرو. كما أفادت السلطات الأوكرانية في المقاطعة باستمرار القصف الروسي على المدينة والبلدات الواقعة على خط التماس. قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية. كما أضاف رئيس البلدية أن التدفئة أعيدت إلى نصف المدينة وعادت الكهرباء إلى ثلثيها. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخاً في واحدة من أكبر هجماتها، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مكثفة ودقيقة لأنظمة قيادة وتحكم عسكرية ومنشآت طاقة في أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت عملية نقل جنود وأسلحة وذخائر أجنبية الصنع إلى مناطق القتال. أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة زابوريجيا البدء في تشييد قبة فوق منشأة تخزين النفايات في محطة الطاقة النووية. أضافت السلطات الروسية أن القبة ستحمي المنشأة من شظايا القذائف المدفعية والصاروخية ومن العبوات الناسفة التي تحملها الطائرات من دون طيار. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة هيئة الأركان المشتركة لجميع الفروع العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن بوتين اطلع على عمل هيئة الأركان والتقدم الذي تم إحرازه خلال العملية العسكرية الروسية، مضيفا أنه عقد أيضا مؤتمرا واجتماعات منفصلة مع القادة. نفت وزارة الخارجية الروسية نية موسكو استخدام أي أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. وأكد نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية أن موسكو متقيدة بشكل كامل بالتزاماتها المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها برامج
في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية، وأن جميع أنشطتها في المجال البيولوجي هي بالكامل للأغراض السلمية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفوج الثاني للصواريخ البالستية العابرة للقارات أفانغارد دخل الخدمة القتالية في فرقة تابعة لقوة الصواريخ الاستراتيجية. وأشادت الوزارة على أن منظومة صواريخ أفانغارد ستعزز بشكل فعال قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية وستوسع قدراتها القتالية. يشار إلى أن الفوج الأول من هذه الصواريخ الحاملة لرؤوس فرط صوتية قادرة على المناورة دخل الخدمة القتالية في ديسمبر عام 2019. استلم الجيش الروسي دفعة جديدة من أحدث أنظمة الاستطلاع الصوتي الحراري بنسلين التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية الخاصة في أوكرانيا. ويقوم مجمع بنسلين بتحديد مواقع مدفعية القوات الأوكرانية بشكل فعال، ينقل الإحداثيات إلى القوات الروسية لتدميرها بشكل فوري. دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التماسك في ظل استمرار تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال شولتس إن العام الذي يوشك على الانتهاء كان مليئا بالتحديات لبلاده، مضيفا أن ألمانيا شعرت بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تمثلت في ارتفاع التضخم والأسعار والتكاليف الكبيرة للطاقة. ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يواصل المضي قدما في تطوير القدرات العسكرية التي تفرض تهديدا على المنطقة. أضاف كيربي أنه لهذا السبب ستستمر الولايات المتحدة في العمل مع اليابان وكوريا الجنوبية المحافظة على وجود قواتها وإجراء تدريباتها في شبه الجزيرة وفي المنطقة. كما أكد مجددا عرض الولايات المتحدة للجلوس بدون شروط مسبقة مع كوريا الشمالية. أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر أنها ستواصل النهج المتشدد ضد من أسمتهم أعداء الدولة، وذلك بعد مداهمات واسعة النطاق ضد شبكة مواطني الرايخ. وقالت فايزر لصحيفة ألمانية إنها على يقين من أن السلطات ستعثر على المزيد منهم، مضيفة أن ألمانيا تعلم أن هناك الآن مجتمعات موازية تضم أفرادا أصبحوا متطرفين ويتمسكون بأيديولوجيات المؤامرة وأوهام التخريب، مؤكدة أنه يتم مراقبتهم عن كثب.
جانبها توقعت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس أن يتم تشديد الإجراءات الأمنية في البرلمان في أعقاب حملة المداهمات الواسعة ضد شبكة مواطني رايخ. أشارت رئيسة البرلمان الألماني أنه لا يوجد ما يدعو للشعور بالقلق، مؤكدة ضمان سلامة نواب البرلمان وموظفيه. وكان مكتب المدعي العام للتحدي في ألمانيا أمر في وقت سابق باعتقال 25 مشتبها بهم من مواطني الرايخ. عززت قوة كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي الناتو أنشطة الدوريات ووجودها شمالي كوسوفو، وقالت البعثة إنها تراقب الوضع في شمال البلاد عن كثب، مؤكدة أن لديها القدرة والموظفين لتوفير بيئة آمنة ومأمونة وحرية الحركة لجميع المجتمعات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1244 لعام 1999. توقع معهد القياسات الصحية والتقييم بالولايات المتحدة بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من 1 مليون شخص خلال العام المقبل. وفي كوريا الجنوبية استمرت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في تسجيل أرقام أعلى من 60,000 حالة لليوم الخامس على التوالي. من جديد يعود شبح فيروس كورونا ليطل وبقوة بوجهه القبيح من مكان ظهوره أول مرة. معهد القياسات الصحية والتقييم بالولايات المتحدة توقع بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من 1 مليون شخص خلال العام المقبل. ووفقاً للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول أبريل، وستصل الوفيات إلى 322,000، كما أن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت. وأضاف المعهد أن سياسة صفر كوفيد ربما تكون فعالة في السيطرة على الفيروس، لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة. ويتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60% من سكان الصين بالفيروس في نهاية المطاف، ومن المتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يناير، وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم. من جانبهم توقع الخبراء في مجال الأمراض بجامعة هونغ كونغ أن يؤدي رفع القيود وإعادة فتح المقاطعات في وقت واحد إلى حدوث نحو 684 حالة وفاة من بين كل 1 مليون شخص خلال ذلك الإطار الزمني. في كوريا الجنوبية استمرت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في تسجيل أرقام أعلى من 60,000 حالة لليوم الخامس على التوالي، وسط مخاوف مستمرة من زيادات أخرى في أعداد الإصابات خلال فصل الشتاء. وسجلت كوريا الجنوبية 55 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 31,000 حالة، بينما ارتفع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 468 حالة. انتشلت فرق إنقاذ تبحث عن مفقودين في انهيار أرضي في ماليزيا 3 جثث لامرأة وطفلين ليرتفع عدد الضحايا إلى 24. هذا وحدث الهبوط الأرضي تحت مخيم غير مرخص في مزرعة بالقرب من العاصمة كوالالمبور، ويتزامن الحادث مع الأمطار الموسمية في ماليزيا حالياً.
لقي أكثر من 160 شخصاً مصرعهم في أسوأ فيضانات تجتاح كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سنوات، وغرقت طرق رئيسة بالمياه لساعات في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة بعد هطول مستمر للأمطار الغزيرة. كما دمرت المياه 280 منزلاً وجرح نحو 30، تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة. أعلنت الحكومة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة. المزيد في سياق العرض التالي. بيان مجلس الوزراء أكد أن الدولة تواصل جهودها في مجال السياسة النقدية لضمان الاستقرار المالي. المزيد في سياق العرض التالي.
هذا وأشار بيان مجلس الوزراء إلى مواصلة جهود الحماية الاجتماعية، حيث تم إقرار حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه. المزيد في سياق العرض التالي. كشفت الحكومة عن خطة لتدابير وإصلاحات هيكلية تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري. المزيد في سياق العرض التالي. بقي في هذه النشرة التذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يعري لملك الأردن عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتنسيق حول مختلف القضايا. هيئة الانتخابات التونسية تؤكد انتظام التصويت في انتخابات البرلمان مع عدم وجود خروقات. روسيا تحذر من أن العقوبات الغربية تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات زميلي محمد الرماحي، وهذه تحياتي لحضراتكم. أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.